كذا تستمر هذه الانطلاقات وشوط آخر يتحرك بوزن الجعدان، وفي مجموع أشواطنا الرابع عشر أيضا يتحرك بهذه الأوزان بهذه الأفعال بهذه الأعداد الهائلة التي توافدت على أرضية ميدان المرموم للمشاركة في هذه الأجواء الجميلة. نرحب بهذا الشوط لما يحمله من قوة وإثارة وطموح وأمان لدى الأخوة ملاك هذه الهجن. على بركة الله ننتقل مباشرة لنتابع الصدارة ونتابع من افتتح المركز الأول، هتاش حمود بن ضحي بن سعيد المقبالي، من يقدم هتاش في أول المراكز ليعلن وجوده في هذا التحدي. أما المركز الثاني هيمان وأحمد بن سعيد بن سنان الحرسوسي، أيضا هيمان في هذا الشوط النقلة التالية على المركز الثالث والوصول من قبل شاهين راشد بن علي بن خليفة الرميثي، أيضا يصارع على ناموس هذا الشوط. أما المركز الرابع شاهين حمد بن مصرح بن عبود الغفلي، أيضا له نصيب الأسد في هذه المسيرة. والمركز الخامس شاهين سالم بن جاسم بن خليفة المسافري. هذه النتيجة مشاهدين الكرام، وأشوف شعار أبو أحمد أيضا قادم، عتيج بن سالم بالعرطي أيضا يواصل المسير والاندفاع على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين الكرام كاملة مكملة أعلن لها على حضراتكم، ولكن نعود إلى المقدمة لنتابع ماذا حدث من تغيير مع شاهين. شاهين غير إلى المقدمة ليتربع على عرش المركز الأول. حمد بن مصلح بن عبود الغفلي يطالب أيضا بهذا الناموس. المركز الثاني الوصول من قبل رعد، واصل أيضا تركي بن عوض بن عوض الله الصواط قادم أيضا إلى المركز الأول في دائرة الصراع على القمة في دائرة المواجهة. من الجانب الآخر يا راعي مصيحة شوف لي اللي وصلنا على المركز الثاني، هناك أيضا شعار له وزنه، شعار له وزنه ولا ثقل أيضا يصارع في هذا الشوط على المركز الثاني اللي هو هيمان أحمد بن سعيد بن سنان الحرسوسي. أما المركز الثالث أيضا هناك شعار واصل على ظهر شاهين عبد الله بن مطر بن حمد الشامسي، يأتينا ثالثا. المركز الرابع شاهين سهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع، ياكم بن يميع يبغي درب يبغي طريق، أعطوه المجال، أعطوه مفتاح الناموس. يا سلام، يمر السهيل إلى الأمام، يروح بهذا الشعار، يروح بهذا الوزن. سلام على المرموم، سلام على السهيل، سلام. مشكور يا بني ميع على هذا الأداء. تهانينا للسهيل بن عبيد بن عبد الله بن ميع. عم المركز الثاني رعد التركي بن عوض الله بن قلاب الصواط. أما المركز الثالث للأسف كان الدخول جماعي، اعذرونا لأن كان الدخول جماعي. نعود بأحلى التهاني والناموس لصاحب الناموس الذي تحقق بهذا الشوط مع شاهين السهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع بثلاث دقائق وثانيتين وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الانتصار الذي تحقق. أما المركز الثاني كان من نصيب رعد على المركز الثاني التركي بن عوض الله الصواط بثلاث دقائق وثلاث أجزاء من الثانية وفاء وتماما. المركز الثالث كان من نصيب شاهين عبد الله بن مطر بن حمد بن عميله الشامسي بتوقيت زمني أيضا ثلاث دقائق وثلاث ثواني وفاء وتمام. تهانينا والناموس.